تقدم تقدم دعاك العمل بقلب أبي وفيه الأمل. هنا الجد والسعي نحو العلا، فلا للتواني ولا للكسل. سأبني بلادي ولا أنثني، بعزم حديد يخط الجبل. فما عاب سعيا الأولى عاقل، ولا شانه غير من قد جاهل. شباب عمانا هلموا فقد دعاكم بكل صعيد عمل. اكتسب الذهب الثمين قيمته ومكانته على امتداد التاريخ البشري، ولم يفقد هذه القيمة إلى الآن. يفرح الناس بامتلاكه الآن تماما كفرح الناس باقتنائه قبل آلاف السنين، فهو لا يزال دائما وأبدا معيار القيمة لكل شيء. سليمان السليماني صاحب مشروع مجوهرات اليقين بدأ حياته العملية كبائع في إحدى محلات الذهب التقليدية في ولاية نزوة. تعرف إلى الذهب وتجارته العريقة، وها هو اليوم يمتلك مشروعه الخاص ليواصل المسيرة في تجارة الذهب والمجوهرات. البداية كانت على طول بعد ما انتهيت من الثانوية العامة، بديت العمل في محل مجوهرات. في نفس الوقت كنت أدرس بالكلية التقنية، وكنت ما بين العمل وما بين الدراسة. بقيت في العمل في محل مجوهرات لمدة 3 سنوات، منها بديت الفكرة أني أكون في هذا المشروع، يكون عندي محل بذاتي خاص فيني. المشروع ابتدأ بعد ما أنا كنت ملم بالوضع بهذا المهنة، وبعد ما وجدت في نفسي القدر على أني أقوم بهذا العمل بنفسي، وعلى أني ما أختار عمل ثاني بدال هذا بعد بدال محل الذهب، لأنه هو العمل اللي أنا أصبحت ملم فيه وعندي المعرفة الكافية فيه وعندي القدرة على أني أدير المحل والعمل كامل. بعد أن تعلم المهنة وقواعد صياغة وبيع الذهب وكل الأمور الخاصة بتجارته، قرر سليمان السليماني التفرغ التام للوقوف على مشروعه، علما منه بأنه لن يلقى مشروعه النجاح إلا إذا تفرغ له بنفسه. افتتحت مجوهرات اليقين بتاريخ 1/9/2011 بالمقابل 7 شوال من عام 1432 هجري. بدأ المشروع بداية زين الحمد لله رب العالمين. كون المشروع مشروع كبير ويحتاج إلى رأس مال كبير، حاولت على أني بمعرفتي السابقة في الذهب وعلى أني صاحب يعني معرفة زينة فيه، على أني أوفر الأشياء اللي هي مطلوبة وأستغل المبلغ اللي متوفر عندي بأغراض هي مطلوبة في السوق وأغراض فيها جدوى على أني أوفرها في المحل. الحمد لله الحين مر تقريبا 2 سنين على افتتاح المشروع. المشروع تقدم وازدهر كثير الحمد لله رب العالمين، والتطور والرقي فيه واضح وظاهر الحمد لله، في يعني تقدم ممتاز وتقدم واضح، واللي زار المحل عند الافتتاح ويزوره الحين يظهر عنده ويتبين عنده على أنه المشروع الحمد لله صار على أفضل مما كان متوقع. المسمى كان لي مغزى مهم. اليقين هو الشيء اللي ما يحتمل الشك، والشيء اللي حدوثه أكيد. فكان من باب التحفيز لذاتي وضعت المسمى هذا، حتى وأنا أقوم يعني بتنفيذ المشروع في الفترة لحد ما يجهز، لأني ما أملك كثير المال، ما أملك التحفيزات الكبيرة المادية لإقامة المشروع، حتى يعني أكون على مقدرة كاملة ومن باب من داخل أكون مستعد معنويا لإقامة المشروع،
حفزت نفسي بالمسمى على أني على يقين بأن المشروع إن شاء الله مشروع ناجح وما في شك إلا النجاح إن شاء الله. ما إن يمر أي مشروع بصعوبات إلا وكانت دليلاً يشير إلى نجاح قادم، هذا ما دار في مخيلة سليمان السليماني حين بدأت الصعوبات بمواجهته، إلا أنه تحلى بالقوة والصبر لمواجهتها، عمل جاهداً على أن لا يدير وجهه في مجابهتها. الصعوبات تختلف من مشروع إلى ثاني، ولكن على مشروعي أنا أكبر صعوبة كانت أنه رأس المال ما متوفر، وهذا المشروع يحتاج إلى رأس مال كبير، ولكني قدرت يعني بشكل تدريجي أني أوفر المبلغ الكافي من بداية فكرة المشروع لحد ما افتتحته. صعوبة ثانية كبيرة كانت على أني الموقع ما وجدته، ولازم كمحل بيع الذهب لازم يكون له موقع ممتاز وسط السوق وسط محلات الذهب، فبقيت سنة كاملة أبحث عن الموقع لحد ما حصلت الموقع. صعوبة ثانية كبيرة واجهتني أن من يوم قررت أني أفتتح المشروع لحد ما تم الافتتاح، تزامن هذا مع الفترة اللي ارتفع فيها الذهب لأقصى ارتفاع في تاريخه كامل، فارتفع بنسبة تقريبا 75% فقط في 7 أشهر اللي هي المدة اللي أنا استغرقتها لحد ما يجهز المشروع. إذن كان الكمية اللي يفترض أني أوفرها من بضاعة في المحل أوفر ربعها فقط، وهذا كان عائق كبير لأني أنا ما كنت حاسب على هذه الكمية اللي هي تتوفر في المحل. بعد ما جهز المشروع وتم الافتتاح مضت أيام بسيطة فقط ونزلت مرة ثانية أسعار الذهب نزول قوي كان له تأثير للمشروع، ولكن حاولت بمعرفتي وخبرتي فيه على أني أوازن في هذا النزول وفي الافتتاح اللي صار، فالحمد لله أنه قدرت أتجاوز هذه الصعوبات ومرت على سلام. حصلت على دعم من مشروع سند كان كافي على تأسيس المحل دون توفير المادة الخام، ولكن الدعم القوي اللي كنت أنا موجود عندي هو الدعم الداخلي الدعم المعنوي، لأن أنا كنت وجدت في نفسي في داخل القدرة على أني أقوم بالمشروع حتى لو كان في دعم وفي رأس مال كبير. طبيعة هذا المهنة الصعب أنه الواحد يبدأ فيها وهو ما عنده خبرة ما عنده معرفة بالوظيفة وبمتطلبات الوظيفة. كان بإمكاني أني أدخل أشياء كثيرة في المحل من الفضيات كالخناجر كالتحف كالهدايا، ولكن هذا بيخرج عن المغزى للمحل. المحل مختص بالذهب والمجوهرات، لو عملت فيه أشياء ثانية خارجة عن هذا ربما يكون القاصدين للمحل أكثر، لأن المحل متفرع في أكثر من حاجة. أيضا أنا ما أقدر ألم ربما بكل هذه الحاجات، فحتى أقدر أبدع الأفضل أني أبقى على حاجة واحدة، لذلك كان على الذهب وفي بعض الفضيات اللي هي الفضيات الجميلة والفضيات التحف القديمة اللي صارت الحين مطلوبة ولكن ما متوفرة في الأسواق. للذهب وعالم المصوغات العمانية التقليدية مكانة خاصة في قلب سليمان السليماني، يسعى جاهداً لضم أجود أنواع الذهب وأرقى التصاميم ليقدمها بأبهى صورة لمرتادي المحل. عالم الذهب عالم جميل جدا، عالم له قيمة معنوية قبل لا تكون مادية، هو حاجة على مر التاريخ مطلوبة ولها مسمياتها ولها صناعاتها ولها الناس المعروفة بصناعتها فيها من عصور قديمة من زمن الفراعنة وربما من أزمان قديمة كانت فيها. تتغير الأشكال تتغير الديزاينات على مرور السنوات على مرور الأجيال،
احنا عندنا في اشياء تيجي جاهزه وفي اشياء تفصيل نعملها بانفسنا. الاشياء اللي تفصل بعضها نعملها عندنا في ورشه خاصه، بعضها ناخذها من ورش ثانيه من شركات ثانيه، ولكن احنا اللي نصممها واحنا اللي نعطيهم الاشكال والديزاينات. توصل للمحل توصل جاهزه باشكال جميله واشكال حلوه. في بعض الاشياء تيجي جاهزه اللي هي تصنيعات خارجيه، بعضها غير عماني، في عندنا الايطالي، في عندنا التركي، في عندنا اللازوردي، في الطيبه، في شركات بحرينيه متعاملين معانا كثير. في اشكال وشركات ما كثير معروفه ولكن عندها اشياء حلوه متوفره عندنا في المحل. الاشكال عندنا موجوده تقريبا بكل متطلبات الزبائن، نحاول نوفر اي نقص، اي حاجه ما موجوده في السوق نخليها موجوده عندنا. الاشكال متنوعه مثل ما يطلب الزبون، مثل ما يريد. في اشياء احنا نجيبها حتى لو ما مطلوبه عند الزبائن، الحمد لله متوفره كامل. لما الزبون ياخذ الغرض اللي يريده نحاول انه نعطيه اياه في شيء انيق، شيء جميل، لانه الحاجه اللي اشتراها حاجه غاليه غالبا تكون هدايا، اذا هي اكيد لازم تكون على يعني على حاجه جميله، تحط على علب جميله، على اكياس حلوه، قبل لا يشوف صاحب الهديه اللي داخل الهديه يشوف جماليه الهديه من الخارج. توجد بعض الأشياء التقليدية القديمة فيها نوع من الحداثة، اللي هي مثل هذه اللي هي أشكال قديمة ولا زالت مطلوبة إلى اليوم. في عندنا الخارجي، البحريني، الإيطالي، التركي، في عندنا هذه الأشكال مطلوبة كثير في السوق. في عندنا اللازردي أيضا موجود بأنواع كثيرة. في عندنا أشياء قديمة للحين موجودة وللحين في السوق مطلوبة مثل هذا المشوك. في اشياء جديده قريبه من الاشياء القديمه، التحف، البضائع اللي كانت قديمه تيجي في السوق الحين تطورت باشكال جديده بصناعات جميله، اشكال مطلوبه وصار لها سوق كبير مثل هذه. المفارق من الأشياء التقليدية العمانية، الملبوسات اللي هي مرت على سنين طويلة وأشكال كثيرة الحين تغيرت أشكالها وتجددت ولا زال ما عليها غنى، خصوصا في الأعياد وفي الأعراس وفي المناسبات. أيضا خواتم موجودة بأشكال كثيرة، هذه الأشكال العمانية بعضها تقليدي بعضها عماني لكن فيها شيء من الحداثة. في أشكال خارجية متنوعة، عدة أشكال موجودة، في مع الفصوص وفي بدون الفصوص، في أشكال كبيرة وفي صغيرة، في تنوع كثير فيها. نظرة المجتمع الحمد لله نظرة إيجابية للشاب اللي يقوم بنفسه بالوظيفة، خصوصا إذا كانت الوظيفة وظيفة ممتازة ويحاول الشخص أن يبدع فيها. ربما في البعض يكون يعني يبدي بوظيفة، يبدي بعمل خاص فيه ولكن ما يكون قاد. هنا النظرة حتى لو كانت إيجابية من المجتمع تتحول فيما بعد نظرة سلبية وتعم الجميع، ولكن لما المجتمع يشوف ويشاهد أنه شباب قاموا بمشاريع ذاتية بأنفسهم وصارت مشاريع ناجحة تتعمم على المشاريع الكل، ويتشجع حتى الشباب الجدد على أنه يقوموا بمشاريع جديدة، بمشاريع ما سبقهم فيها يمكن الناس، أو ربما مشاريع فيها موجودة في المجتمع من قبل ولكن بطرق جديدة بأساليب جديدة فيها تنويع، فيها رقي، فيها تطوير، فيها تنويع لمتطلبات السوق. تتنافس شركات ودور الموضة العالمية على الاستحواذ على الأسواق، فيدفعون المليارات لتسريع صناعاتهم واستخدام مواد أقل تكلفة واستغلال توفر الأيدي العاملة، إلا أن هذا التنافس قد يأتي إلينا بالغث الرخيص كما هو الحال في بعض المنتجات التي تملأ أسواقنا وتغزو حياتنا اليومية. أما بالنسبة لسليمان فإن التحدي يكمن في إيجاد الأصالة في قالب من الحداثة والأناقة. في المنافسة
كل ما زادت المنافسة هي لمصلحة التاجر قبل لا تكون لمصلحة الزبون، لأنه كل ما كان السوق في محلات أكثر، في تنافس أكثر، يكون إقبال من أماكن بعيدة على السوق، إقبال كامل، إقبال شامل، فتزيد الحركة، سمعة السوق تزيد بشكل عام، إذن المحل مستفيد من المنافسة قبل الزبون. الصبر والتفرغ هما أساس العمل الناجح. من خلال تجربة سليمان السليماني والعمل على مشروعه مجوهرات اليقين الذي يمتلك مقومات المشروع الناجح، نطل سويا على طموحاته وآماله المستقبلية في مجال ريادة الأعمال. الطموح أن أرتقي بالمشروع أكبر مما هو عليه الحين، ويتفرع المشروع أكثر، يكون للمشروع أكثر من فرع في السوق، ربما في أسواق ثانية خارجة، أيضا تطوير ورشة الصناعة حتى تكون ورشة فيها إمكانيات أكثر من الإمكانيات الموجودة الحين. مهما كان المشروع ارتقى وضخم وكبر، أكيد أن صاحبه يتمنى أن المشروع يرتقي إلى أكثر من هذاك الرقي، على أن المشروع يكون له صيت أكبر، ربما ما في المنطقة اللي هو موجود فيها، ربما في الأسواق الخارجية أيضا، خصوصا أن الذهب له سمعته الخارجية، له سوق كبير، له إقبال من بعيد، ما يكون فقط في المدينة اللي هو موجود فيها. لسليمان السليماني خبرة طويلة في إدارة المشاريع الخاصة وريادة الأعمال. لم يتخصص في إدارة الأعمال التجارية، إلا أنه وبعد هذه السنوات من العمل المتواصل أصبح يثق بخبرته وبمعرفته بالأسواق، وله رأيه الخاص بواقع السوق ينقلها لإخوانه وأخواته من بني وطنه. نصيحتي للشباب والشابات أن الواحد قبل لا يدخل في المشروع، قبل لا يفتتح مشروع، يكون على معرفة بالمشروع، بنتائج المشروع، بمدخول المشروع، بالعوائق اللي تقابله لما يقبل على افتتاح المشروع، والأفضل على أنه يمر بتجارب سابقة من شباب يكون عندهم مشاريع مماثلة، حتى يعرف منهم وش هي أسباب النجاح وش أسباب الفشل. أيضا الواحد لازم يصبر، بداية المشروع دائما بداية صعبة، في تثبيط ربما من المجتمع، ربما تثبيط داخلي، لما الواحد يشوف السوق ما في حركة، السوق تعبان، أو ربما هو ما شاطر في المهنة اللي هو يريدها، إذا يصبر إن شاء الله في نتائج طيبة. أيضا الواحد لازم لما يقيم المشروع بنفسه يديره، ما يفتتح المشروع ثم يعني يحط فيه ناس ما هم أصحابه، لأن ما يرقي بالمشروع إلا صاحب المشروع بنفسه. هكذا يطل علينا سليمان السليماني وغيره من أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة من خلال مشاريعهم الخلاقة ليواصلوا مسيرة العطاء، فهذه المشاريع تعتبر روافد مهمة لبناء الاقتصاد الوطني، كما تعتبر مواقع وبيئات عمل واعدة للشباب العماني الذي عرف عنه العزيمة والتحدي والصبر والطموح الذي لا يحده حدود. نفخر بهم دائما وندعمهم بكل ما أوتينا من قوة وإمكانيات. التفكير في فشل المشروع ربما هو سبب رئيسي لفشل المشروع عند الافتتاح. أيضا في عواقب، في صعوبات تواجه اللي يفتتح المشروع، إذا يخاف منها كثير يتوقع الفشل، يعني سبب رئيسي حاله بسبب أنه أدخل الفكرة في رأسه. الصخور اللي تواجه صاحب المشروع ينبغي أنها ما تعيقه، وإنما تكون سلم على أنه يرتقي إلى النجاح.